فيما يعتبر سابقة في السياسة الإيطالية، وفي جلسة مغلقة أدلى الرئيس جورجيو نابوليتانو بشهادته في قضية حول تواطؤ بين مسؤولين في الدولة والمافيا لإنهاء فترة اشتد فيها العنف في التسعينات. ويزعم الادعاء أن مسؤولين حكوميين بينهم وزير الداخلية الأسبق نيكولا مانشينو سعوا لإبرام اتفاق مع المافيا وتعهدوا بتقليل صرامة ظروف السجن مقابل إنهاء حملة التفجيرات في تلك الفترة. مصادر أشارت إلى وجود تسريبات أجراها مانشينو برئيس الجمهورية يطالبه بممارسة ضغوطه لوقف التحريات حول تلك المفاوضات بعد سلسلة من اغتيالات طالت قيادات حزبية في صقلية. مفادتنا إلى روما تقول للمرة الأولى في التاريخ تفتح أبواب القصر الجمهوري أمام النيابة العامة في محاكمة ما يسمى مفاوضات بين الدولة الإيطالية والمافيا. رئيس الدولة جورجيو نابوليتانو يخضع لتحقيق من قبل نيابة باليرمو لتوضيح العديد من القضايا المتعلقة بتفجيرات جرت في إيطاليا على مدى سنوات مظلمة عاشتها البلاد. لكن بعد هذه المجازر أسر الضحايا لن يتوقفوا أبدا عن المطالبة بالعدالة والحقيقة الكاملة. أورو نيوز روما.